ان شاء الله الاهلي شكله افضل الشوط الثاني. الفرقه قويه جدا، فرقه سياتل فرقه قويه، بس الحمد لله الاهلي الشوط الثاني شكله افضل من الشوط الاولاني، وان شاء الله في جمهور كبير قوي 30,000. الجمهور المغربي بيشجع وبيقول سير وشبكه، واعتقد الجمهور ده كله هيرجع فرحان النهارده وهنفوز ان شاء الله. جيد جدا الحفل الافتتاح، حاجه مشرفه جدا، وان شاء الله بطولات اكتر واكتر، وهذه البداية ومازال مازال الوجهة للجمهور المغربي. الحقيقة احنا حاسين ان احنا في بيتنا، وان شاء الله كل البطولات اللي بتتعمل هنا، انا بلغ الناس في مصر ان هم جايين بيتهم، جايين بلدهم التاني، وهيلاقوا جمهور كبير بيشجع فرقهم ومنتخباتهم ان شاء الله. الحمد لله احنا فرحانين بهذا الفوز اللي هداه لنا الاهلي، احنا كجالية مغربية ومصرية، اللي ولادي مصريين والام ديالهم مغربيه، فهم مزدوجين الجنسيه، فهم فرحانين، شد فرحانين بهذا الفوز وبهذا التاهل، ومتمنيات ديالنا يعملوا مباراه جيده ان شاء الله مع ريال مدريد ويزيدوا يفرحونا ان شاء الله. وحنا حزينين بخساره ديال الوداد، ولكن الان حنا فرحانين بالفوز ديال الاهلي، والحمد لله ما التشجيع ديالنا جاب الاكل ديالو، والحمد لله الوليدات فرحوا والجمهور كله فرحان، والحمد لله الحمد لله. اها النادي الاهلي فريق جبار. اها شكرا لكل ناس المغرب، والله شكرا لكم. والحمد لله دايما مشجعينا وواقفين معانا بيساندوا دايما الاهلي، ودايما كان يوم عامل المغرب ان هي بيت العيله بتاع العرب كلهم. يا رب يا رب يا رب ان الاهلي يفوز النهارده ويعوض الهزيمه بتاع الوداد ان شاء الله. الاستقبال الجميله الموجوده في طنجه، اهلي طنجه الحمد لله ناس كرماء استقبلونا كويسين، عملوا معانا احلى واجب الحمد لله. انا كجمهور مغربي فرح بزاف بالفوز ديال الاهلي، لانه اول حاجه فريق عربي وفريق افريقي، وما ننساش المسانده ديال الشعب المصري للمنتخب كاس العالم، المنتخب الوطني كاس العالم قطر 2022 اللي كنشوفوا الفيديو ديالهم انهم كيساندونا، اللي ما فرحنا بزاف اول حاجه على التنظيم الرائع بالمملكه المغربيه اللي بينات انها قادره انها تنظم المحافل الكبرى. ثاني حاجه فرحانين لان الاهلي فرحان بلينا. Thank you.